النائب محمد عبد العزيز على مسألة الانعكاسات ده على ملف حقوق الإنسان وكيف يراها العالم. في مقولة شهيرة بتقول إنه الاقتصاد أخطر من أن يترك الاقتصاديين. إذا أنت بصيت للأرقام مجردة يمكن إنه أي حد يقول طب ما والله الإنفاق قبل 2011 ده مش بطال، راجل بيدي دعم للفقراء هو حاجة كويسة ويعني ومحافظ على انه نسبه الدعم تبقى كبيره جدا يعني. بس كان دعم كذا الاهم هو ده بقى عشان كده بقول لك انه الاقتصاد لا يجب ان يترك. ما هو كل منظومه بيبقى عندها اقتصاديها المعبرين عنها، وبالتالي لو بصيت للرسم البياني اللي اتعرض يمكن ان يفسره بعض الاقتصاديون على انه ده الدعم هو واخد رقم كبير وبالتالي ده له معنى ايجابي يعني. الانحياز السياسي هو اللي يفسر يترجم ماذا يقصده الاقتصاد. هل حينما تنفق على الدعم أكبر من أي حاجة تانية، هل ده معناه أن أنت عايز تحافظ على العدالة الاجتماعية ولا عايز تحافظ على بقاء النظام واستقراره بغض النظر عن المصلحة الوطنية؟ هي دي النقطة بقى، ده السياسة بقى. ولذلك أنا خدت من الأرقام ده للوهلة الأولى أنه اللي احنا شفناه من تطور طريقة الإنفاق أو انحيازات الدولة وإحنا بنتكلم في سنة 22، الدولة في هذه المرحلة تنحاز للمصلحة الوطنية وليس لصناعة شعبية زائفة. الأهم إنك ماذا حتى لو كنت هتديك دواء مر لكنك عارف إن هذه الطريقة هي اللي هتعالج الخلل اللي موجود في بنية الاقتصاد على مدار سنوات طويلة. أنت ممكن تحس إنه الطريق ده أصعب لكن ده الطريق الصح، انت تاخد الطريق الاسهل لكن ده الطريق الغلط، انك هتصل الى مرحله من ان الطريق هيتسد قدامك مش هتقدر. عايز مخفض الحراره ولا حقنه الانتيبيوتيك؟ انت اللي انت خد اللي انت تعاملت بيه في هذا المنهج في الانفاق في طريقه الانفاق هو ده المنهج اللي يبني تنميه مش يديك مسكنات. تبني تنميه معناها ايه؟ معناها انك انت تزود الاستثمارات. انت لو بتتكلم على زياده الاستثمارات ده معناها انك مش بس بتغير في الشكل الاقتصادي، انت كمان بتغير في خصائص السكان، لانه حينما ترتفع معدلات التشغيل الاستثمارات تزيد، الشخص اللي اشتغل واللي دخله بيتحسن والاقتصاد بياخد طريق الانطلاق نحو مزيد من الاستثمارات، ده يخلي هذا الشخص يتعلم افضل، يخلي هذا الشخص يبقى مثقف اكتر، يبقى عنده قدره في مراحل من المراحل الاخرى على الترفيه فيدخل سينما ويبقى عنده فرص اكبر ليه انه ترتفع جوده الحياه بالنسبه له. انعكاس ده ايه على حقوق الانسان؟ حقوق الانسان زي ما قلت هي وحده متكامله، لا انا لا استطيع ان انظر الى حقوق الانسان باعتبارها حقوق مدنيه وسياسيه فقط، لكن انا انظر لها الى الحق في التنمية، أحد أهم الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان. فأنا لما أجي بتكلم عن أنه معدلات التنمية بترتفع، مسار التنمية بيزيد، لما بشوف النهاردة أنه عدد الكيلومترات من الطرق اللي اتعمل اللي هو تقريبا ربع شبكة الطرق اللي موجودة على مدار تاريخ مصر، يعني أنت بتتكلم على في السبع تمن سنين دي، أرجو حد يصحح لي، لو بنتكلم عن 9000 كيلو اتعمل من 27000 كيلو تقريبا مش كده، فاحنا بنتكلم عن رقم نسبه ضخمه جدا، يعني 27000 كيلو ده تاريخ مصر من الطرق. في السبع ثمان سنين ده اتعمل 9000 كيلو بس ولسه الموضوع ما خلص. هل ده انت هتقول لي وانا هستفيد ايه بهذا لا الطرق؟ ولنتذكر الوعد القديم، الوعد القديم كان كلهم على بعض 5000 كيلو اللي قالهم لنا الرئيس اول ما تولى، قال هنعمل 5000 كيلو. لا هو وصلوا ل 9000. السؤال بقى هل انا محتاج 9000 كيلو؟ ده مفيد في ايه؟ ده مفيد في انه لا تستطيع انك تبني اقتصاد قوي بدون وسائل انتقال امنه، لانه انت لو هتعمل مصنع لازم يبقى في طريق ينقل البضاعه طبعا، وده يخلي ان فرص التشغيل تزيد، لان انت لو ساكن في مكان وشغلك في مكان اخر هتحتاج زمن التنقل ده وحرق الوقود، بقلل التكلفه الاقتصاديه، فبتقلل التكلفه الاقتصاديه. كل انعكاس هذا الامر في ملف حقوق الانسان بشوف انه الذي يريد أن ينظر إلى ملف حقوق الإنسان بموضوعية كما نعلمه وكما درسناه وكما قرأناه أن حقوق الإنسان وحدة متكاملة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، هيشوف أنك أنت عملت طفرة ضخمة جدا في السبع تمان سنين دي. صحيح. من يريد أنه يستخدم ملف حقوق الإنسان استخدام سياسي لأن يدفعك إلى أن تدفع تنازلات أنت مش هتعملها كمصر، هيفضل شايف أن أنت في مكان مش اللي هو عايزه، في مكان خاطئ من وجهة نظره. الطريق اللي احنا اخدناه زي ما هو قلنا انه طريق صعب لكنه هو الطريق الاصح.